ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. بداية أحداث اللقاء، كولاسيناك، كولاسيناك يحاول أن يلعب كرة بينية. لمسة داخل منطقة الجزاء، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام، بيانيتش، كولاسيناك، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. كرة للمنطقة الأمامية، يلعب كرة على اليسار. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، تغيير لاعب على الأجناب، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. جيكو يلعبها للجانب، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، فرصة هجوم معاكس، يلعب كرة بينية،
يلعب العرضية، ضغط يستمر، تحولت بعد ذلك إلى ركنية، فرصة قد تكون مهمة الآن. يسدد الكرة، كرة طويلة للأمام، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يبحث عن المهاجم، الكرة ملعوبة من مسافة، جيكو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، الكرة ملعوبة إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها، يانيتش يحاول تمريرها من بين المدافعين، والآن الكرة ملعوبة للأمام، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، كولاسيناك، يانيتش تلعب الكرة إلى الأمام، يبحث عن زميله، يلعب كرة داخل الصندوق، قراءة ممتازة من الدفاع، الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة، مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. يلعبها لمنطقة الخطر، كولاسيناك، كولاسيناك، يانيتش ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، يانيتش يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، وينجح في استعادة الكرة سريعا، تحكم مذهل بالكرة، بيانيتش يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، لمسة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة، سي
سيتم التبديل الآن. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. تسديد، كرة ترتد من القائم. يانيتش في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يانيتش، تغيير جميل للعب. يلعب الكرة إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يانيتش، جيكوب، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، يحصل عليها يانيتش، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. جيكوب، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يانيتش. البوسنة والهرسك يستحوذ على الكرة ولكن بدون خطورة، غير قادر على إيصالها إلى الأمام. يتقدم بقوة بدنية كبيرة. يلعب كرة على اليسار. فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات خاطئة. كرة إلى الأمام. البوسنة والهرسك يحاولون تجنب المعاناة في الوقت الإضافي وأيضا ركلات الترجيح التي قد تعصف بأحلامهم. يبحث عن المهاجم. الكرة ملعوبة من مسافة. يمر ويلعب كرة بينية. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. مرحلة حاسمة من المباراة، يحتاجون إلى تركيز أكبر، إلى سرعة أكبر. كرة طويلة للأمام. انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. رغم الاندفاع البدني القوي، الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية.